أكد معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح في لقاء سابق لبرنامج مجتمع واعي أن جلالة الملك المفدى هو الراعي الأول للمواطن، وأن جميع القرارات الجديدة هدفها الأول هو إصلاح أوضاع صناديق التقاعد. أشكر جلالة الملك على هذا المرسوم اللي أتى في وقت المناسب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على أبنائه، سواء كانوا متقاعدين أو موظفين أو أي مواطن على هذه الأرض الطيبة، فهو الراعي الأول للمواطن، وبالتالي من حرصه على سلامة هذه الصناديق واستدامتها أصدر هذا المرسوم حسب صلاحياته الدستورية التي تترك له تقدير الضرورة، وعلى أساسها أصدر هذا المرسوم لضرورته القصوى. وثانيا إن هذا المرسوم سيؤمن المتقاعدين الحاليين والذي يفوق عددهم عن 95,000 متقاعد، وأيضا المتقاعدين للجيل القادم وإن شاء الله حتى إلى أحفادنا، بحيث أن تبقى هذه الصناديق قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. فأنا في هذه المناسبة الحقيقة يعني ليس لي إلا أن أشيد بهذا المرسوم والسرعة في إصداره في هذا الوقت. هذا المرسوم الحقيقة جاء من ضمن حزمة من 10 نقاط. جلالة الملك أصدر مرسوم في 4 نقاط فقط، وطرق النقاط الأخرى إلى عملية التفاوض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى الحلول التي تحقق مصلحة المتقاعدين واستدامة هذه الصناديق. قضية 3% الحقيقة جلالة الملك حريص على أن لا يمس بمكتسبات المتقاعد، وهذه 3% تهم بالدرجة الأولى المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وجلالة الملك سيعوض هذا النقص في 3% بوسائل أخرى عن طريق وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وراح يعطيهم ما يستحقون بحيث أن لا يخسرون 3%. أما ذوي الدخول العالية فأنا أعتقد يتحملون انقطاع مثل هذه الزيادة، وهذه الزيادة أساسا لما اقترحت كانت لموظفي الدولة، ولكن جلالة الملك وحرصا على العدالة طلب أن تشمل المتقاعدين، وهكذا صار. فجلالة الملك بهذا المرسوم لم يرد أن ينتقص من امتيازات المتقاعدين، إنما أراد أن يحافظ على هذه الصناديق لمصلحة المتقاعد نفسه. وأنا أعتقد بأن هذا القلق من انقطاع هذه الزيادة ليس له ما يبرره، بل إنه بالنسبة للبعض اللي أقول ذوي الدخول العالية يعتبر تضحية مقبولة ومعقولة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البحرين، سواء كان صحية أو مالية أو اقتصادية.